بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف وفقه الله تعالى: أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب. أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب. أهل السنة وسط بين الفرق، فرق الضلال كثيرة، وأهل السنة في الوسط بين مجموعات من الفرق، بين المرجئة والخوارج، وبين المشبهة والمعطلة، وبين أهل الوعيد وأهل الرجاء. بين الفرق وسط بينهما. الفرق غالبا تجدها ثلاث، في كل شيء ثلاث: طرفان ضالان ووسط معتدل. وأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم. هم الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وجميع الأجناس، لكن أمة الإجابة التي أجابت المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء أخبر صلى الله عليه وسلم قبل وجود الفرق بأنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، في قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، يعني تستحق دخول النار، ليست خالدة مخلدة في النار كلها، وإنما هي تستحق دخول النار سوى فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله هذه الفرقة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أخذ بالكتاب والسنة وعض عليهما بالنواجذ، ولم يتجاوزهما ولم يحد عنهما، بل أخذ بهما فقبل ما جاء فيهما ورد ما سوى ذلك، ولم يتدخلوا في أمور لا تعنيهم. أكثر الفرق تدخلت في أمور لا تعنيهم وفي أمور لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا المراد فلم ينقبوا رضي الله عنهم. سبب ضلال الكثير منهم التنقيب والسؤال والتلجلج وغير ذلك من الأمور التي يخرج بها المرء عن الاعتدال.
سمعوا قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن فقالوا ذلك. قالوا كما قال الله جل وعلا ولم يحرفوا ولم يؤولوا ولم يسألوا عن أشياء لا تعنيهم. أهل السنة والجماعة وسط بين طوائف كثيرة ضالة، تجد الطائفتين واحدة متطرفة واحدة غالية، والوسط هم أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم. يقول رحمه الله أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، مو بالذنب، بكل ذنب، يعني ما يجوز لنا أن نقول أهل السنة لا يكفرون بالذنب. الذنب قد يكون كفر، الذنب قد يكون كفر، فهم يكفرون بهذا لكن لا يكفرون بكل ذنب. من زنى يقول هذا فاسق ولا يجوز له الزنا ويحرم عليه ويستحق التأديب، يقال لهم أهو كافر؟ نقول لا، شارب الخمر فاسق واقع في المخالفة وفي الإثم، أهو كافر؟ لا. وهكذا يقول المؤلف رحمه الله أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب يقترفه المرء. أما الخوارج فيكفرون بكل ذنب حتى وإن كان بسيطا، حالق لحيته يقول هذا كافر، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كافر. المرجئة على طرفي نقيض مع الخوارج، المرجئة يقول اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يضيرك أي شيء تفعله، لا يضر مع الإيمان ذنب مهما اقترفه، يعني تزني تسرق تفعل تفعل كذا تفعل كذا ما يضيرك ما دمت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإيمانك وتصديقك كامل. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، طائفة ضيعت وتساهلت وطائفة شددت وأحكمت الشيء وصعبت وكفرت من خالفهم باقترافه أي ذنب وإن لم يكن ذنبا حقيقيا. كيف لا يكون ذنبا حقيقيا؟ نعم، قد لا يكون ذنب في الحقيقة لكنهم يعتبرون ذنب ويعتبرون كافر. إذا رجع إلى حكم الرجال في شيء ما قالوا هذا حكم الرجال فهو كافر. حكم الرجال فهو كافر، نقول تحكيم الرجال وارد في الشريعة، يقول لا، الحكم لله وحده، فيعتبرون علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وغيرهم من علماء السلف ومن أصحاب الفضل والجود والكرم رضي الله عنهم كفار، وهذا ضلال.
فأهل السنة وسط بين طائفتين ضالتين في هذه الأمور، ما هما؟ طائفة الخوارج وطائفة المرجئة. المرجئة يقول اعمل ما شئت من الذنوب ولا تضرك ما دام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ضلال. وطائفة تقول إذا فعلت أي شيء منهي عنه فأنت كافر والعياذ بالله. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب الذي لا يكفر به، ويكفرونه في ذنب عظيم لا يقبل العفو والمسامحة. إذا لم يتب وإن تاب تاب الله عليه. أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، انتبه، بكل ذنب، كل هذه لازم أن تقولها. الخوارج يقولون كل من اقترف ذنبا أي ذنب فإنه كافر. أي ذنب فإنه كافر. أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب. نعم. وقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقول المؤلف الطحاوي رحمه الله، الطحاوي صاحب العقيدة في القرن الرابع 300 وشيء رحمه الله، قول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذا استحله كفر من المعلوم، إذا استحل ما أجمع عليه من الدين بالضرورة بالحرمة فإنه كافر. إذا استحل الزنا كافر، إذا استحل الخمر كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ومكذب للقرآن. لكن إذا لم يستحل الزنا ولم يستحل الربا ولم يستحل الخمر ما نجرؤ نقول إنك كفرت، لا، نقول تب إلى الله وهذا ذنبك عظيم ويخشى عليك من سوء الخاتمة، ونخوفه ونرجو له المغفرة والرحمة وندعو له بالمغفرة والرحمة أن الله يرحمه. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعبر عن أهل القبلة بالمسلمين، يعني المسلم اللي يصلي للقبلة ما دام أنه يصلي للقبلة فهو مسلم، ليس بيهودي ولا نصراني ولا كافر. ما لم يستحله، استحل الذنب فإنه يكون كافر. نعم. عبارة المؤلف تقتضي أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بأي ذنب، والذنوب نوعان. الذنوب نوعان، نوع كبيرة من كبائر الذنوب، ونوع أكبر من الكبيرة، يعني كفر. فمثلا واحد يسجد للصنم، هذا ذنب
لكن أهو مثل من يحلق لحيته أو يشرب الخمر؟ لا، ما هم مثله. الذي يسجد للصنم كافر، واحد يسب الله تبارك وتعالى المنعم المتفضل على العباد بأمور كثيرة يسبه، هذا مذنب ذنب عظيم. فالذنوب نوعان، نوع عظيم لا يغفر لأنه يكون بمثابة الشرك إلا إن تاب منه، ونوع تحت المشيئة. الذنوب نوعان، ذنب يكفر صاحبه اللي يسجد للصنم أليس ذنب محرم؟ نعم نعم. صاحبه نقول له هذا مسلم؟ لا، ليس مسلم، هذا كافر. واحد يشرب الخمر أو يزني أو يأكل شيء حرام يقول هذا كافر؟ لا. يقول هذا ذنب بسيط؟ لا، مو بسيط، ليس بكافر وليس ذنبه سهل، وإنما هو تحت المشيئة. والذنوب نوعان، والذنوب نوعان، ذنوب من أنواع الردة كالشرك وما في درجته، وهي أعظم الذنوب. أنواع الشرك، ذنوب الذنب قد يكون كبير، قد يكون شرك، ويقال له مذنب صاحبه، مذنب، لكن ذنب تحت المشيئة؟ لا، لأن الله جل وعلا أخبرنا بأنه لا يغفر لمن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فنقول نعم هذا، نقول هذا تحت المشيئة؟ نقول لا، هذا خارج من تحت المشيئة. أخبرنا ربنا جل وعلا وهو ألا فإنه على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل المشرك مؤمن تقي. كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مشركين وكفار، لكنهم آمنوا وأسلموا وهداهم الله جل وعلا فكانوا مسلمين. ذنوب من أنواع الردة، يعني كالردة، كالكافر، كالشرك بالله، وسب الله، وسب الرسول، وتكذيب بالقرآن، غير ذلك من الأمور. هذه نقول إنها ذنوب ولا نكفر صاحبها؟ لا، هذا كافر، هذا مرتد عن الإسلام. وذنوب دون الشرك لا توجب ولا تسبب الخروج من الإسلام، يعني مهما كانت كبيرة إلا أنها دون الشرك. إذا سب الله هذا قرين الشرك أو أعظم من الشرك، سب الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من الشرك. الزنا والسرقة وشرب الخمر هذه ذنوب، لكنها يقال لها دون الشرك.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يغفر لصاحب الزنا أو شارب الخمر يغفر له، إن الله جل وعلا ذو الفضل والإحسان، ويتجاوز عن العبد إذا كان له حسنات كثيرة فيتجاوز عنه عن بعض الكبائر، وبعض العباد تكون حسناته قليلة جدا فيواخذ ببعض السيئات ولا يتجاوز عنه. نعم، كالشرك وما في درجته، كالشرك وما في درجته، وهي أعظم الذنوب، وذنوب دون الشرك لا توجب الردة. وإذا أخذت عبارة المؤلف على إطلاقها فظاهرها أن كل من كان مسلما فإنه لا يكفر بأي ذنب ارتكبه حتى لو كان شركا. ولا ريب أن الطحاوي لم يقصد هذا، وإنما يقصد الذنوب التي دون الشرك. الطحاوي رحمه الله ما يقصد أن كل ذنب لا يكفر به المرء، فمن الذنوب سب الله جل وعلا ذنب عظيم ويكفر صاحبه، يكفر صاحبه يكفره، والضحاوي يكفره، وسائر السلف يكفرون من سب الله جل وعلا. وعبارة الطحاوي رحمه الله فيها شيء من التساهل، وإنما عدلها وصححها العز رحمه الله شارح الطحاوية على منهج السلف الصالح. شرحت الطحاوية من قبل شراح كثير، لكن أحسنهم فيما يظهر والله أعلم فيما اطلعنا عليه العز، هو صاحب الطحاوية وشارح الطحاوية، وشرحه يدرس الآن في العقيدة الكليات. سليم من الخرافات والجهالات، ويأخذ أكثر شرحه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. نعم. ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. فهذه هي لا نكفر المسلم بكل ذنب، ما نكفره بكل ذنب، نكفره ببعض الذنوب. إذا سب الله لا نكفره، نعم كافر، عمل معصية تخصه مثلا شرب الخمر نكفره؟ لا. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل قد نكفر الواحد بذنب. إذا أشرك بالله أليس ذنب؟ نكفره. إذا سب الله أو سب الرسول أو كذب القرآن ألسنا نكفره؟ نكفره، وهو ذنب. فنقول إنا لا نكفر المسلم بكل ذنب، خلافا للخوارج فإنهم يكفرون المسلم بكل ذنب، وخلافا للمرجئة فإنهم لا يكفرون المسلم أبدا ولو اقترف ما اقترف من الذنوب. ونحن وسط بين الطائفتين. نعم.
بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، فهذه هي العبارة الدقيقة. العبارة الدقيقة المعتدلة، لا نكفر المسلم بكل ذنب، بكل ذنب نكفر المسلم بكل ذنب، لا نكفره بكل ذنب، وقد نكفره ببعض الذنوب كالشرك بالله. نعم. وتكون من سلب العموم لا من عموم السلب، كعبارة الطحاوي. تكون من سلب العموم، تكون عبارة من سلب العموم لا من عموم السلب، فلا نعم ولا نتجاوز الحد، بل نقول لا نكفر المسلم بكل ذنب، يعني أن الذنوب منها ما يجتضي تكفير المسلم ومنها ما يمنع من تكفير المسلم، وتكون من سلب العموم لا من عموم السلب. عموم السلب مثل قولنا مثلا لا نكفر المسلم بذنب، يقال لنا ألا تكفرونه إذا أشرك بالله؟ قل نعم نكفره. طيب وركوا تقولون ولا نكفره بأي ذنب؟ أليس الشرك بالله ذنب؟ نعم ذنب. فالعبارة الدقيقة أن نقول لا نكفر المسلم بكل ذنب. نعم. كعبارة الطحاوي، ومضمون سلب العموم أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، إنما نكفره بالشرك وما في حكمه، ولا نكفر أحدا من أهل نكفر كل إنسان بذنب الشرك أو ما في حكمه، ما هو مثل الشرك أو أعظم من الشرك. القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، إذا قال المرء على الله بلا علم فهذا أعظم ذنبا من الشرك، لأن الشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، والقائل على الله بلا علم يفتري على الله جل وعلا ويكذب، هذا أعظم من الشرك. ومضمون سلب العموم أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، إنما نكفره بالشرك وما في حكمه، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بما دون ذلك، والله تعالى قد جعل الذنوب قسمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنحن أهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بشيء من الذنوب التي دون الشرك، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب دون الشرك، وقد تكون كبيرة ما هي صغيرة. الصغيرة يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، الصلاة والوضوء، يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ الإنسان خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كل خطيئة بطشتها يده أو نظر إليها بعينه أو مشى إليها برجله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة، إذا صلى المسلم، إذا توضأ المسلم، إذا ذكر الله جل وعلا المسلم، فإن الله يكفر ذنوبه الصغائر ما تحتاج إلى توبة. أما الذنوب الكبار دون الشرك فهذه تحتاج إلى توبة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور، هذه تحتاج إلى توبة من العبد، إذا تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب ولقي الله بهذا الذنب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة،
وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الخروج من النار. نعم. فنحن أهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بشيء من الذنوب التي دون الشرك، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب وقد يعدون ما ليس بذنب ذنبا فيكفرون به. والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد علي. الخوارج يكفرون كل المسلمين بالذنوب، ومن المسلم الذي ما يقترف ذنب؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ثم إنهم يقولون هذا ذنب وهو في الحقيقة ليس بذنب، هم يقولون إن هذا ذنب فهو لا يغفر وهو كافر به وهو ليس بذنب إطلاقا، لأنهم قد يقولون عن شيء إنه ذنب وليس بذنب. هنا اللي حكم الرجال لما اتفق عليه علي ومعاوية رضي الله عنهما أن يحكم عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم. عمرو بن العاص من قبل معاوية، وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه من قبل علي، على أنهم يجلسون وينظرون في المسألة ويحكمونهم، ينظرون في المسألة ويصوبون المصيب ويخطئون المخطئ، لأنهم أهل نظر ومعرفة رضي الله عنهم. فقالت الخوارج: لا، أنتم حكمتم الرجال، أنتم كفرتم كلكم، معاوية وعلي رضي الله عنهم. قالوا: كفرتم، وكيف كفرنا؟ إنكم حكمتم الرجال. فناظرهم ابن عباس رضي الله عنه، ناظر الخوارج، قال: رأيكم أيها أحسن مثلا الحكم في طير قتله الرجل محرم، أو الحكم بين المسلمين وكف دمائهم وحقنها وصيانتها؟ قالوا: لا، صيانة دماء المسلمين أهم. قال: الله جل وعلا قال في حكومة الطير في القاتل المحرم: وما قتله متعمدا فجزاؤه جهنم لا إله إلا الله، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله متعمدا كفارته إطعام كذا. الآية يعني تحكيم اثنين في الطير هذا الذي قتل، وش يستحق مثلا من الفدية؟ حكم الله جل وعلا رجلين من المسلمين في هذا الطير، وهذا مهم، لكن الأهم منه والأعظم تحكيم الرجال في دماء المسلمين وحقنها. نظرهم ابن عباس رضي الله عنه، هم كانوا كثير الخوارج، فتراجع الكثير منهم بمحاجة ومجادلة ابن عباس رضي الله عنهما. كان ابن عباس رضي الله عنه قوي الحجة، واضح الدلالة رضي الله عنه، لا يفتري على الله ولا يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخاصم من يقف في وجه الحق رضي الله عنه. خلافا للخوارج، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب وقد يعدون ما ليس بذنب ذنبا فيكفرون به. والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد علي فقاتلهم،
وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وندب إلى قتالهم وذكر الأجر العظيم لمن قاتلهم. إذن الذنوب فيها مكفر وغير مكفر، فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفر كالشرك والتكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها كترك الصلاة وقوله ما لم يستحله. ترك الصلاة، ترك الصلاة بالكلية إذا تركها جاحدا لوجوبها وهذا كافر بالإجماع، لكن إذا تركها وليس جاحدا لوجوبها يقول هي واجبة لكن أنا ما أستطيع أصلي لسبب كذا أو كذا، نقول هذا محل خلاف بين العلماء، هل يكفر صاحب هذا القول أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. وقوله ما لم يستحله، أي ما لم يستحل هذا الذنب. أما إذا استحل الزنا أو استحل شرب الخمر أو استحل الربا أو استحل أي جرم أجمع على تحريمه هذا كافر بالإجماع، لأنه مكذب لله ولرسوله ومكذب للقرآن. ما لم يستحله، ما لم يستحله أي لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله، فإن اعتقد حله كفر كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان وجحد تحريم المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام كتحريم الزنا والخمر، لأنه يكون مكذبا للقرآن والسنة المتواترة وما أجمع عليه المسلمون. ومن اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر حتى ولو لم يفعله، حتى ولو لم يفعله، لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام. فمثلا في باب الخمر ثلاثة، واحد يشرب الخمر ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، أنا اقترنت بقرناء سوء ودلوني على الخمر وصرت أشرب ولا أصبر عنه أبد، وهو حرام عندي لكني مبتلى بذلك، هل نكفر هذا؟ الثاني يقول الخمر ما في فرق بينه وبين القهوة، اشرب قهوة ولا اشرب خمر، وأنا يقول ما أشرب الخمر، يقول ما يناسب لي أنا لأن معي قرحة ولعله تزيد إن شاء الله، معي قرحة ما يناسب لي الخمر، ولا الخمر ما في شيء مثل القهوة والشاي، هذا غير. الثالث يشرب ويقول ما في بأس ما في شيء مثل القهوة والشاي، أيهم أكفر هؤلاء؟ هذا الأول خلصنا منه ما هو كافر، اللي يقول أنا قرنت قرناء سوء وابتليت بالخمر، وأما الذي يقول إنه حلال ولا في شيء سواء شرب أو لم يشرب كل واحد عندنا يكون هذا كافر، لأنه استحل ما أجمع على تحريمه من الدين بالضرورة. أو قال مثلا صيام رمضان، صيام رمضان ليس بواجب إنما تطوع، اللي بيصوم يصوم واللي ما بيصوم كيفه، هل يكفر هذا؟ نعم، لقال صيام رمضان واجب لكن أنا ما أستطيع أصوم ولا عندي شيء نكفر ولا أنا مكفر، هل يكفر؟ لا.
وكذلك الحج، وكذلك تحريم المحرم الزنا وغيره من الأمور، إذا حرمه واقترفه فهو فاسق، وإذا أحله سواء اقترفه أو لم يقترفه فهو كافر. نعم. ومن اعتقد حل ما حرمه الله. نعم. ومن اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر حتى ولو لم يفعله، لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام. يعني ليستحل الحرام لو لم يفعله، مثل ما ذكرنا عن قرحة، قال أنا الخمر ما يناسب لي ولكنه مثل القهوة ما في شيء، وأنا ما أشرب الخمر يقول لكني ما أرى أنه ما في شيء، هذا سواء استعمله أو لم يستعمله فإنه كافر، لأنه استحل ما علم من الدين بالضرورة حرمته. وكذلك من استحل الخمر وشربها كافر، أما من لم يستحل الخمر وشربها، شربها ولم يستحلها، فهذا فاسق وليس بكافر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم من يطول الشوارب ويحلق اللحية؟ هذا محرم ولا يجوز، لكن مع ذلك هذا ما نقول كافر، نقول هذا فاسق، اقتراف الكبيرة واقتراف الذنب فسق، لكن لا يخرجه من دائرة الإسلام. يقول السائل: هل يكفر من يذبح ويطوف للولي أم لا بد من الحجة؟ الذبح عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالذبح عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك وكفر، فليذبح للأصنام أو يذبح للأولياء أو يذبح لأي شخص على غير كتاب الله وسنة رسوله، هذا محرم ولا يجوز وهو كافر. والذبح للأولياء أن يذبح على اسم الولي، أما أن يذبح لزيد أو عمرو ذبيحة يكرمه بها، هذه كرامة ما تدخل في العبادة. يقول السائل: الخوارج يكفرون عليا رضي الله عنه، فهل هم كفار لأنهم كذبوا بالحديث الذي يبشر الصحابة بالجنة أم هم مبتدعة؟ الخوارج ليسوا كفارا على الإطلاق، ما يجوز لنا أن نكفرهم، لأن علي رضي الله عنه هم الذين كفروه، قالوا: يا أمير المؤمنين الخوارج كفار؟ قال: لا، هم من الكفر فروا من الكفر، لكنهم الله أعلم أين وقعوا، هم مخطئون لا شك، لكن ما يجوز لنا أن نكفر كل خارجي، لأن ما ندري عنه وش يعتقد، لابد أن يعرف المرء حال الرجل كاملا. ولا تكفر الطوائف كلها إلا طائفة كلها تعتقد هذا الاعتقاد يجوز لك أن تكفرها، لكن ما تكفر الشيعة، ما تكفر المرجئة، ما تكفر الخوارج، ولا تكفر غيرهم من الأمم والطوائف، التكفير الإجمالي العام ما يجوز لنا ذلك.
يقول السائل: جاءت عائلة للعمرة فحاضت امرأة فلم تحرم من الميقات عازمة على الإحرام من الحلم علما بأنها طهرت في مكة. هذا العمل لا يجوز من المرأة إذا رأت نفسها أنها حائض بالميقات وقالت: ما يجوز لي أحرم أنا حائض. نقول: أحرمي وإن كنت حائض. أحرمت أسماء بنت عميس يوم ولادتها بابنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، أحرمت وهي نفساء، وصح إحرامها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من جاء إلى الميقات ووصله يريد حجا أو عمرة أن يحرم من الميقات. هذه المرأة يجب عليها أن تحرم من الميقات، فلما لم تفعل فلا يخلو. إن كانت عدلت عن موضوع العمرة، قالت: أخلف الله السنة ذي ما في عمرة، لأني مثلا ما أودي حبس خوياي وأنا ما أطهر إلا بعد فترة مثلا، فلا بأس عليها، هذه ما فيها بأس، ما دخلت في النسك ما دخلت ولا تريد النسك. ثم يسر الله وبقي أخوياها إلى حتى تطهر، يقول: هذه تخرج إلى الحل وتحرم منه. لكن المرأة التي معنا هذه قالت: تعرف أن أخوياها ما هم عجلين مثلا وإنهم ينتظرونه، وقالت: إذن أحرم من الحل وأدي العمر. نقول: أحرمت من الحل على إسهدي، لأن استخلت بنية العمرة ولم تحرمي من الميقات. يقول السائل: قال الشارح: أو حال دون رؤيته غيم أو غبار، ما معنى غيم أو غبار؟ غيم أو غبار ما تدري وشو؟ حال دون رؤية الهلال غيم أو غبار. الغيم وشو؟ سحاب. يقول السائل: قال المؤلف: بل يصح صومه بنية من النهار إن لم يكن قد تناول مفطرا، ما معنى قد تناول مفطرا؟ وهذا مثل الأول في السؤال، تناول مفطر، إن تناول قهوة أو شاي أو أكل طعام أو أفطر بتمر أو نحو ذلك بعد صلاة الفجر ما يصير ينوي الصيام من النهار. اللي ينوي الصيام من النهار اللي ما ذاك شيء من بعد طلوع الفجر، ما ذاك لا قهوة ولا شاي ولا شيء من هذا، فيقول نويت الصيام يكمل. لكن إذا كان أكل تناول شيء من المفطرات ما يصح صيامه من النهار. يقول السائل: ما حكم من يمنع صلاة التراويح؟ صلاة التراويح سنة مؤكدة، ومنعها لا يصل إلى حد الكبائر، ليس من الكبائر، لكنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فيحسن بالمرء أن يصليها ويواظب عليها. يقول السائل: هل سب الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من الشرك بالله؟ لا يقال إنه أكبر من الشرك بالله، لكن سب الرسول عظيم. الرسول ائتمنه الله جل وعلا على وحيه، وأكرمه من بين خلقه بالوحي والرسالة، ثم يأتي الشقي ويسبه ويتكلم فيه، هذا شقي. يقول السائل: هل التدخين حرام؟ وإن كان حراما هل يكفر من يستحله؟ التدخين خبيث وضار، والله جل وعلا حرم علينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل ضار وخبيث، يحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث، فهو ضار وخبيث، لكن ما يقال إنه من المحرمات المجمع على تحريمها كالخمر، لا. فالأحسن مثل هذا ما ندخل فيه، ولا نقول هل من استحل الدخان مثلا هل يكفر، لا، هذا ما نتعرض له. الدخان كبيرة من الكبائر وخبيث وضار ويضر بالمدخن ومن حوله وزوجته وأهله وأولاده وحتى الجيران ينالهم من شره الشيء الكثير. إذا دخن في غرفة محكمة مثلا ولا يدريش على سوق ضيق، طلع الدخان من الغرفة هذه إلى الجيران وساء إليهم، ومن الناس من يستاء إذا جلس بجواره مدخن، وأنا من هذا الصنف، إذا جلس بجواري مدخن لو ما أدخن ولا شيء من هذا، لكنه تنبعث منه رائحة الدخان يضرني ضررا كبيرا، فعلينا أن نجتنبه ولا نسيء إلى أنفسنا وإلى إخواننا المسلمين، ولا نشدد في التكفير، والتكفير ليس من السهولة بمكان، بارك الله فيكم. ولذا قال من استحل شيئا مجمع على تحريمه فقد كفر. الدخان ما يقال إنه مجمع على تحريمه. يقول السائل: هل يجوز للمعتدة عدة وفاة زوجها أن تسافر للعمرة أو الحج؟ لا يا أخي، المعتدة تلزم بيتها ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه. يقول السائل: هل يكفر من سب الصحابي؟ سب الصحابي رضي الله عنه ليس كسب النبي صلى الله عليه وسلم. سب الصحابي محرم ولا يجوز للمسلم، لكنه ما يكفر به المرء، ما يقال إن هذا كافر لأنه يسب فلانا أو فلانا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول السائل: حضرنا في شعبان وأدينا العمرة ونرغب في عمرة رمضان، فما الحكم في ذلك؟ عمرة رمضان أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي، فينبغي للإنسان أن يحرص عليها حتى وإن كان في مكة، لأنه ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا طال شعر رأسه، أنس بن مالك رضي الله عنه، وأراد أن يحلقه خرج إلى الحل فأحرم منه ودخل مكة وحلق حلق عبادة. فالحالق في النسك حلق عبادة، والحالق لطول شعره هذا حلق عادة، ما يأثم به ولا يؤجر. فيحسن بالمرء أن يحرم بالعمرة، ولعل الله أن يثيبه إن شاء الله. يقول السائل: نرغب في أداء عمرة لأبوي المتوفيان في رمضان، فما الحكم؟ كذلك أداء العمرة في رمضان له أو لوالده أو لوالدته أو لهما معا هذا حسن ولا يرد إن شاء الله. غدا إن شاء الله يقول نحضر الفرائض إن شاء الله. درس الفرائض مهم، نصف العلم. يقول السائل: عندي عمرة اليوم ونسيت تقصير الشعر وتحللت، فما الحكم؟ لا بأس عليك إن شاء الله إذا كنت بعدما ذكرت
خلعت ملابس الإحرام وتحللت، خلعت ملابسك العادية ولبست ملابس الإحرام ثم حلقت أو قصرت فحسن، وإن كنت حلقت أو قصرت وعليك ملابسك العادية فلا بأس عليك إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.